كنا في وان نيشن اند وان بيبل، ودي المساحة اللي كويسة واللي جيدة فيه، ونحن بنأكد للعالم انه مهما اختلفت الآراء ومهما ساءت الأمور وي ستيل وان نيشن اند وان بيبل، ولأنه ده التحدي اللي أخذناه عشان يكون لنا دولة مستقلة، وأكيد الدولة دي ما حتخلو من التحديات، وضمن الوضع الراهن هي من ضمن التحديات. والليلة كمان من خلال الحلقة لنا جلسة خاصة جدا مع رجال الدين اللي فيه بنستضيف يعني محاضر في جامعة جوبا كلية آداب، وكمان قيس بكنيسة الإنجيلية المشيخية. مرحبا بك القيس مدود في وان نيشن اند وان بيبل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. قبل كل شيء عايز أن أقول هني بشعب جنوب السودان من أجل حلول العمل الجديد. نتمنى أنه يكون عمل خير والبركة. وكمان أعزي قلوب الناس الفقدوا أحبائهم في المهنة اللي هنا وقعنا فيه كدولة. تسلم. وكمان ما بننسى حضورك معنا، انت يعني بتمثل انه الكنيسه الكاثوليكيه في المقام الاول، وكمان مدير للجامعه الكاثوليكيه. مرحبا بك القيس ماثيو باغان في وان نيشن اند وان بيبل. انا بشكركم لاستضافتي في البرنامج ده، وبشكر المستمعين، ونصلي بصفه خاصه لاجل الناس بتاعتنا خاصه الماضي في هذه الزمن. ونصلي من اجل سلام في وطننا بصفه خاصه. وانت قلت السلام، وده السبب اللي احنا من اجله لنا موجودين داخل الاستديو، القيس ماثيو والقيس مدت، انه حقيقه كده عايزين نشوف انه يعني يكون في سلام اجتماعي. وانا بدبيك جناب القيس مدت انه كيف يكون في سلام اجتماعي وسط مجتمعنا. السلام الاجتماعي طبعا شيء مهم بالنسبه للدوله، بالاخص دولتنا الوليده، وفي حاجات كثيره. عشان كده أنا بحب إنه أبدأ بتعريف بعض الأشياء قبل أن أتكلم في السلام الاجتماعي. أول حاجة مفهوم الشخص، يعني وده حاجة أنا أخذت لنفسي السنة دي إنه أعمل فيه بحث. الشخص يعني شنو؟ وكمان أعمل بحث في موضوع بتاع الإثنية ومجموعة العرقية. يعني الإثنية يعني شنو المجموعة العرقية؟ فالشخص يعني شنو؟ الشخص مهم شديد عشان أعرفه. في الحديث اليومي الشخص يعني إنسان. رجل، امرأة أو طفل. كل بديل الناس. يعني بيختلفوا عن حيوان أو شيء. الشخص الأشخاص بيكون لنا علاقة معهم، لكن الحيوانات أو أشياء بنمتلكها. ما بنمتلك الناس، لكن بنمتلك الأشياء. في علم الاجتماع بيعرف الشخص على إنه إنسان فرد في ضوء علاقاته الاجتماعية ونماذج أخلاقية مشروطة بالثقافة. يعني دي جوانب مهم شديد في شخصيات من جانب القانوني، عبارة عن شخص أو إنسان أو مجموعة من الناس أو جماعة لها تعاونيات، شراكات، ممتلكات، كيانات أخرى يعترف بها القانون. للأشخاص وديل بيكونوا المجتمع. عشان كده الفرد في داخل المجتمع المفروض يكون عنده وعي. والوعي يعني شنو؟ الوعي يعني خبرة ذاتية، يعني دائما بيكون شيء ذاتي. أوكي، أكثر من يعني خبرته أو صحه أو يغزى. أوكي، معناه من خلال كلامك إنه لحد ما نصل السلام الاجتماعي لازم يبدأ بالشخص. بعدك يمشي للمجتمع. يبدأ بالشخص. الشخص يكون وعي بنفسه. وعي بنفسه بذاته، وعي بالآخر. وعي بيكون المجتمع. ده بيكون المجتمع. بعد المجتمع ممكن يكون. أيوة. لو هو وعي بنفسه، وعي بالآخر. بيقدر يعرف واجباته شنو، وبيقدر يعرف حقوقه شنو برضه. أوكي، حنرجع لك تاني ونشوف جناب القيس فاغان. يا سلام اجتماعي. السلام الاجتماعي بالنسبة للمفهوم بتاعنا خاصة في حسب الخلفية بتاعتي يعني والتعليم بتاعتي في الكنيسة، يبنى على كرامة الإنسان. والكرامة الإنسان بالنسبة لنا هي أساس يعني لأي عمل اجتماعي. بمعناته شنو؟ نعرف الشخص بأنه هو مخلوق على صورة الله، ومشكلة وكل ما هو يعمل في حياته اليومية يعني ببين عن صورة الله. يتكلم عن صورة الله، عن الشخص بتاعته.
وخاصة يعني أنا طبعا رجل مسيحي لازم نتكلم عن المسيحية. وعشان كده إحنا موجودين في One Nation and One People كلنا في إطار. فخاصة الإنسان المسيحي عليه أن يضع حياته في إطار حياة المسيح نفسه. يعني مثلا الحادث في بلدنا بالنسبة لنا في حياة الدينية وفي حياة المسيحية ما غريب. لأن هي نحن بنقول في تعليم بتاعتنا بأن هي من جزء بتاع الخطية الأصلية. العنف موجودة ويس يعني هي مجرة زمن بأنه هي تجي 200 وفي بيعته نوع يحصل 200 هي مجرة زمن. فعلينا أن نذكر بعضنا بأن يمكن نحن زي ما قال أبونا ما عملنا كفاية على النطاق الشخصي لكي نحن نعمق في أنفسنا الشخصية المسيح والكرامة المسيح المطلوب مننا. فده واحد. الحاجة الثانية طبعا ممكن نمشي قدام شوية. انت بتكلم عن برنامج One Nation. One Nation يعني نحن كان لنا برنامج أسسه المطران الراحل من أبريشية بتاع رومبيك مازولاري. هو طلع قال 10 steps for one nation. والكتاب بتاعه ذا بيقول one nation one people from different tongues and languages. انت عارف كان طلبه سنة 2010 في كتابة صغيرة. والمفهوم بتاعته كان شنو بأنه ما كفاية بأنه الدولة يطلع ويكون independent. لا في حاجة أعمق أعمق من كده علينا أن نفعله. مش كده لكن طبعا مسافرنا الجنوبين بنرقص بسرعة قبل فدي دي اللي نايد يعني دي اللي حصل. لكن هي طبعا استمرارية هي حاجة مستمرة لكي نبني سلام. ونحن ما بنياس كمسيحيين بأنه دي أحصل وشن لا لكن هي في رجاء إحنا عشان الرجاء أكبر أنه يكون في سلام. هنرجع لك قبل أنت تتكلم أنه يعني مثلا بيبدأ بالشخص السلام الاجتماعي بعدين يمشي للمجتمع. أوكي كيف هنا نقدر ندرج كيف نقدر ندرج من شخص للمجتمع بعد ذات نيشن؟ المفهوم مفهوم الشخص وعي بنفسه يكون له هوية شخصية زي ما أبونا قال إنه أنا مسيحي. لو إحنا تكلمنا أنا بنحاول نلمس جوانب المسيحية نلمس جوانب أخرى كمان لأن في دولتنا ناس غير مسيحيين أيضا. فأنا كمسيحي يعني 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 معرفتي بشخصيتي بيشكل لي هويتي. أوكي وهذه الهوية ده أساس العدالة. العدالة سواء كان العدالة الاجتماعية أو العدالة في الدولة. أوكي أو العدالة بتاع في كل شيء أنا بعمله. أوكي والكتاب المقدس بيتكلم عن العدالة كتير إنه ما تظلموا لكن أعملوا الخير. أوكي وده كله بيرجع لشخصية الإنسان من هو مصدره شنو جاي من وين. وربنا بلغيس مرة عايز تقول إنه إحنا محتاجين نقيف ونكتشف هويتنا. نكتشف هويتنا بعد ذاك لما نكتشف هويتي بقدر أكتشف هويت الآخر وهو نبقى مجتمع. ده رسالة عايز توصل. عايز تضيف حاجة فضل. لأنه بناء المجتمع يعني المراد نحن عندنا عملية تصرع وتصرع يعني لا نضع أنفسنا في إطار الزمن والمساحة. نحن يعني كعادة الإنسان عادة هي لكي هو يمتلك المساحة مش كده وكل ما هي موجود في تلك المساحة وينسى عامل ده إنه لا الزمن أهم بكثير من المساحة لأنه المساحة ده ممكن ينتهي ولكن الزمن لا ينتهي مش كده. والزمن هي العامل الأساسي للإنسان الذي يعطيه الصبر مش كده. الصبر ده مهم لأنه خاصة نحن مثلا في بناء الأمة يحتاج للصبر وليس ما محتاج للمساحة. وإذا نحن امتلكنا المساحة المحدودة المحدوديات بس مثلا شنو السلطة والطمع والشنو والشنو كله ده الأشياء المسيحي بيقول كلها جات فانية مشكلة كل أشياء فانية بتنتهي. ولكن إذا نحن عندنا نظر أبعد من كده هي عامر من كده نحن بندي لأنفسنا مساحة. وده هنا يعني بنمشي للي عندي تقعد تكلم فوق بيجي عملية بتاع الصبر والمصالحة والغفران بيجي في عملية ده كله لأن نحن بنعطي لأنفسنا زمن وننظر بأنه ما هي ما تحصل حاليا هي مجرد شنو ممكن نقول عاصفة عابرة. عابرة. جناب الغيث مدود دور رجال الدين في المصالحة الوطنية.
أنا بالنسبة لي أنا قاعد أشوف ومن خبرتي بالمناسبة الشعب بتاعنا كشعب البسيط ما عندهم مشكلة. حتى وسط مورلي واللون وعير لما تمشي لهم تتكلم معهم ما عندهم مشكلة. لكن في قضايا يعني في ناس مجموعة من الناس مش بس اتجاه واحد. الكنيسة مفروض تلعب دور. الحكومة مفروض تلعب دور. المنظمات الإنسانية أوكي مفروض يلعب الدور. المنظمات المدنية أوكي اللي بيسموهم civil societies مفروض يلعب الدور. كل جهة مفروض يعرف دور بتاعته عشان يقوم به. أوكي يعني معظم المشاكل حتى في وسط المجتمعات بيجي نتيجة لتعدي على حقوق الغير. أوكي والتعدي على الحقوق الغير من اللي بيقدر ينسف بين الاثنين عشان كل زول يعرف حقه وين وواجباته وين. اوكي عشان ده حق الاخر مفروض يمشي للاخر الثاني ما يشيله من اللي بيقدر يقوم بالكلام ده لدولة. الكنيسة ممكن تقوم تتكلم لكن من المنفس ممكن الناس يسمعوا لكن هيطبقوا كيف. اوكي لان التطبيق دير تطبيق القانون حول الحاجات اللي الناس اتفقوا عليه. لو ما في قانون مطبقة أساسا ما في زول عايش السلام الاجتماعي هو المصالحة الوطنية. الغيس مرد قاعد يأكد فقاني أنه يعني بيحتاج أنه لما الكنيسة تلعب الدور بتاعها في جهة تنفس. هذا شوف إضافتك شنو للكلام اللي هو ذكره. نحن لأنه رجال الدين الناس كل المجتمع كله متوقع أنه عندكم رول كبير you're going to play عشان يكون في مصالحة وطنية. فعلا نحن عندنا دور كبير ودور الحكومة شنو في الأساس أصلا يعني نحن بنشوف يعني دور الحكومة في الأساس هي يعني وضع الأمن والإطمئنان وتنظيم المجتمع يعني خلق علاقات بين البعض ما يكون في شنو في مشاكل بين البعض واحد. فنحن بنشوف بأنه المشاكل الموجودة عندنا حاليا مثلا المشاكل اللي انت شخص المجتمع بتاعتنا والدولة بتاعتنا مشكلة شخص بسرعة كده انت هتجيب بأنه أساس المشاكل اللي نحن ما نرجع مثلا للمجموعات بتاعتنا بسرعة كده ليه نحن ما نرجع انت بتلقى بأنه يعني لسه نحن في تكوين بتاع دولة لسه في تكوين بتاع مجتمع مشكلة ولسه ما عندنا نظم ما عندنا قوانين لسه مشكلة عشان يقدر شنو يخلق علاقات. ولكن أساس على ده كله هي التعليم. أوكي. مشكلة هي التعليم. أنت بتلقى المجموعات الكبيرة ما عندهم نظام التعليم كويس مع المهلاتهم عندهم مشاكل أكبر من شنو وأنت بس شوف الولايات بتاعتنا مشكلة الولايات أنت تلقاهم عندهم نظام تعليم مجموعات كبيرة متعلمة منه ما عندهم مشاكل يعني تعال ترجعوا معظمهم للتعليم البسيط. ونيلسون مانديلا قال الكلام ده بأنه التعليم إذا أنت عايز تغير العالم أنت ممكن تغير العالم بتعليم. ده الحقيقة ثابتة يعني الحقيقة ثابتة عشان كده يعني حكومة ممكن تعمل ما عنده لكن إذا نحن ما خطينا الأساس فيه بأنه الدولة بتاعتنا يكون في مستوى معين من التعليم لسه حتى لو خطينا النظم وشنو الناس لسه ما يفهموا. وقفنا معكم في التعليم لكن عايزين نشوف دوركم انتوا كرجال دين. نحن دورنا كرجال دين في زمن ده هي نذكر نذكر في زمن ده. أنا مذكر في سنة في قبل ريفرندوم بعد ريفرندوم طوالي جماعة احتفلوا فأنا مشيت لمجموعة قلت لهم اللي جماعة قلت يا جماعة نحن محتاجين لبرنامج كبير زي ريفرندوم ده للمصالحة. أوكي. مشكلة قال زمن هسه دونا عزار كثيرة ولكن نفس الحاجة المطران دارونبيك المحوم طلع 10 steps to one nation ما كان مقتنع بأنه independence referendum هي كفاية لا بقول لا في مشوار تاني آخر فلينا نذكر مشكلة أن نذكر دور الكنيسة أنه تذكر أي نذكر نذكر ونعمل كمان نذكر ونعمل بأنه حتى لو كتبت في الدستور عن المصالحة لو كتبت في الإنال والمصالحة ولكن ما شلت الخطوات العملية الجادة العملية اللي تحققهم دائما نرجع للنقطة شنو البداية. إضافتك شنو؟ إنه نذكر هو قال نذكر ونعمل. أنا أساساً بشوف إنه الإنسان غاية. غاية نهائية. أساساً الإنسان مش وسيلة. غاية.
فالمفروض احنا اي زول بقوم بالدور بتاعته كنيسة بتقوم بالدورة كنيسة عارف انه الانسان جاي من وين هو من خلائق الله ومفروض نحافظ على سلامته فزي ما هو قال نذكر بنذكر لكن دايرين كمان خطوات عملية اوكي من جهات المسؤولة سواء كان جانب بتاع الحكومة جانب بتاع الكنيسة جانب بتاع المنظمة الوطنية ما يستخدموا الإنسان للغاية كوسيلة يستخدموا الإنسان للغاية اوكي بس حنجيب هنا انه ما نعامل الانسان كوسيله بس كقايه ونمشي فاصل لكل من بتابعنا في One Nation One People نمشي لفاصل قصير ونجي راجعين تاني تابعونا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل القصير وانت اللي انضمت لنا احنا في One Nation and One People مع رجال الدين بنتكلم عن وضع الراهن ودور رجال الدين ورجعنا لكم تاني داخل الاستديو والقس مدد يمكن احنا في ظل الوضع الراهن يعني شنو الكلمات اللي ممكن تقدر تقدموه للمجتمع في ظل احنا تكلمنا قبل الفاصل انه يكون في تعايش سلمي يكون في مصالحة وطنية وفي سلام اجتماعي في مبدأ قال الرب يسوع المسيح دائما أنا مقتنع به بيقول فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم أفعلوا هكذا أنتم أيضا بهم yeah. عشان يكون في 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 سلام اجتماعي سواء كان في مدينة جوبا ولا في جنوب السودان yeah. بصورة عامة مفروض نوعي إنه الآخر محتاج yeah. شيء عنده حقوق وعنده واجبات yeah. يعني نلبي حقوقهم وننتظر منهم بعد كده الواجبات اللي هم بيعملون نحونا دي الحاجة أنا قاعد أشوف ده المبدأ أنا حرجع لك لأنه في برضو مصر قريب لي وأنا عايز أشوف هل فيه يعني ترابط ولا لا أنا أشوف إضافتك شنو غصف أنا متفق معه تماما لأنه المبدأ هو بيتكلم عنه أنه يقول تضامن وتضامن بقول love your brother as you love ده المبدأ بيكلم عنه معناته شنو التضامن الاجتماعي معناته أنا بعتبر الإنسان الآخر كأخوي كأختي مش كده and as he say in English you I am my brother's keeper وده بيمشي حتى في الإنجيل بتاع شنو بتاع المتى يسوع بيقول يعني كل ما أنت عملت الخير للشخص الآخر أنت عملت شنو عملت لي مش كده في يوم نحن كنا مثلا في سألنا واحد قلت يا أخي قلنا انت تتكلم عن التجانس بين الناده بين الثقافات لكن ده سلم من بوزيه وده من كده وده من كده ونحن مجموعات مختلفه yeah. ما هي الناده المبدا الوحيد ممكن يجمعنا yeah. فوق الريسبكت الاحترام yeah. محتاجين احيانا نحترم الناس يعني كل اثنيه بعاداته لغته ثقافته ممكن كمان القسم مدد يجي منه يعني في الوضع الراهن محتاجين نقول من ضربك على خدك الايمن فحول له الايسر في زمن ده ممكن في حاله واحده انه الانسان واعي اوكي لان انا اساسا كانسان مع الله ممكن عنده قصور ممكن اخطا واحنا كمان محدودين ايوه احنا محدودين ممكن اعمل غلط وممكن اعمل صح فلو عملت غلط واخوي قال لي ده غلط مفروض اسمع مفروض افكر لان الانسان اساسا يعني ربنا خد فيه يعني 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 قيمه بتاع التفكير اوكي والتفكير يعني للانسان بس بيميز به ما في حاجه ثانيه بتميز التفكير الا الانسان والله الله بيفكر الانسان بيفكر فالانسان له كرامه وكرامته
موجود في شخص في 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 شخص وربنا يعده. yeah. اوكي فلو لو فعلا واحد خبطني مفروض اعرف ليه اسمع منه مش اعرضه ب يا اقوم اديه الخد اقوم اديه الخد الثاني اديه الخد يعني ما اعرض له بالعنف عدان خف عدان كف مفروض اساله ليه عشان هو بيفسر نفسه ويوريني وانا في, في, في اللحظه ده بنفهم بعض بنفهم انه انا اخطات في حق الاخر او الاخر الخبطني اخطا في حقي اوكي ايوه وده مبدا ربنا يسوع المسيح قاله في حته ثاني انه ان اخطا اليك اخوك اذهب اليه واعتبه ما هو بينك وده هو اللي انت قاعد تقول يمكن من خلاله بيجي نقدر نفهم بعض ايوه اذا نفهم صح ولا غلط قد ايه نبدا ممكن نفسنا فاهمين بعض عشان نصل للحلول حلول ممكن الحلول المشتركه حلول مشتركة ما دير أفقده yeah. ما دير أفقد أخوي ما دير أفقد أختي أوكي فأنا مفروض يعني أفهم ليه خبطني yeah. قص بقان يعني الوضع الراهي إحنا محتاجين نخرج منه شنو كلمات اللي ممكن تقدمه عشان نقدر نطلع منه يكون يعني الجروح بكس يعني في ناس توماتايز أوريدي نقول بكل صراحة يعني أمين الحاصل في حادث من حيث إنه الاتفاقية تعمل على نطاق السياسي ولكن الإنسان على مستوى لنا هذا الجراسروت بس مو كده it's not touch ده حصل في CPA يمكن حصل في أديس أبابا وأنا خايف يحصل في الاتفاقية دي مو كده because the people at the grassroots are always the people and الناس في لنا في المجتمع الأساسية دي اللي بتعسره دائما فنحن محتاجين لكي نعمل للمصالحة على مستوى شنو القرى بتاعتنا على مستوى الكنائس بتاعتنا الموجودة في القرى على مستوى الشخصيات البسيطة الذين ماتوا وما عارفين سبب الموت بتاعتهم شنو ولسه بيشيلوا الضغائن ده والكريهة ده في القلوب بتاعتهم سهل جدا السياسيين يتصالحوا بكرة بيجيبون في التلفزيون بيسلموا بعضهم there is no problem ما في مشكلة ولكن الإنسان المبارك ما بيعرف ليه قتل الله أخوه ده هيكون شايل في قلبه فده بالنسبة لي ده التحدي الكبير وده البدي للوحدة وقت في قلنا ده المشكلة الأساسية في الدولة فأنا بفكر بأنه التروما عند الشعور والجنوة الموجودة على المستوى هذا الإنسان البسيط الموجودة في غرية ده حتى مبوه وإنتو كمان كرجال الدين ممكن تعالجوا ممكن تعالجوا القضية دل دل في الكنائس من خلال البريشينج ممكن عشان كده نحن معتمدين بالموضوع ده لأنه على مستوى ده الامريكانيين ضاغطين على الحكومه وضاغطين على النايد ريبلز مش كده وهم ما جايبين الخبر على الانسان الموجود تحت الشهور بتاعته شنو بديله اكل بياكل ممكن يبنوا له مدرسه لكن الكراهيه والضغط والضغين الموجود في قلبه هيكون قاعد ما محتمين له مشكله عشان كده نحن ككنيسه بنشوف دائما قلب الانسان هي المشكله الاساسيه ممكن تعمل اي حاجه لكن اذا أنت لم تخاطب قلب الإنسان لكي تحل المشكلة الموجود جنبه أي حاجة ممكن يا وكمان برمجة لغيس مدرد يمكن أنت كنت في لجنة بتاعت السلام بمجلس الكنائس السوداني سابقا قبل ما نكون جنوب السودان يا وأكيد من خلال اللجنة دي في أساسيات أنتوا أخذتوها من خلال التجربة والخبرة اللي أنتوا اشتغلتوها أنه عشان يكون في سلام موجود في وسط المجتمع وسط الناس وسط يعني المجتمع كله يحس أنه بسلام شنو النقاط اللي ممكن تقدر تدينا له ونقدر نستفيد فيه في الوضع الراهن هو فعلا يعني إحنا وقت مشينا قابلنا استخدمنا المبدأ بتاعة people to people dialogue اسمه يعني مبدأ بتاع المحادثات من الشعب للشعب إنه الشعب ذاته بيشوف بيشير لمشكلة المشكلة شنو أوكي وبيشير للحل الحل بيكون شنو شنو كمان أي فإحنا مشينا في يعني عملنا زيارات كتير في مناطق مختلفة فلقينا في حلول الشعب نفسه كمجتمع سواء كان مجتمع في بيبور ولا المجتمع في ثلاثة محافظات تعلو في دور هم بيقوم بهم لكن في دور هم ما بيقدروا فخدنا صنفنا الأدوار دي أوكي الناس اللي ممكن يقوم بهم زي دور بتاع الأمن توفير الأمن الحرامي في أي مجتمع موجود أوكي فممكن تحل القضية لكن الحرامي لسه موجود من اللي يمسك الحرامي مفروض يكون جهة علينا أدينا لهم تفويض الكامل وده الدولة معناته شنو؟ إنك فوضت
جهة علشان يقوم يقوم نيابة عنك يقوم بالعمل يقوم ب ب ب ب ب ببناء الوطن يقوم بالمدارس يقوم بتوفير بتاع الكهرباء يقوم ب ب ب بالمستشفيات بناء المستشفيات وتطويرها عشان أنا كمواطن أكون أعيش في الأمن وفي الأمان. أوكي أنا هسه لو يعني لو مرضت أنا أساسا خايف لو مرضت مستشفى جوا ما يعالجني لا أي مستشفى في هنا ده إلا يشيلوك برا قبله أنا ما يني قروش أنا بموت أبسط حاجات قاعد تموت ناس بسطاء هنا ما أنا هنا عايزين نبدأ من خلال كلامك القسم مورد عايزين نبدأ من المجتمع بنبدأ من المجتمع ونمشي للجهات زي مثلا الكنيسة دورها شنو دورها تذكير زي ما أبونا قال قبل إنه يذكرنا يا جماعة هنا اتفقنا على السلام نحافظ على السلام ده أنا لكن السؤال هو الحرامي من اللي بيقبض الحرامي الكنيسة ما بتقدر ما بتقدر ولا المجتمع بيقدر لأنه الكنيسة ما عندها قانون ما عندها قانون بيحكم الغصفة كان يعني يمكن في وزير الوضع الراحل الناس كلها جماعة نعمل شنو لكن نرجع لله أنتم ملاحظين إنه مهما يحصل أشياء إحنا قدام بنقول نخلي نفسنا في دين ربنا كان جيرينا ولا قعدنا في دين ربنا أنا ما قدرت تعليق بسيط في كلام ده بيأكد لشنو إحنا كلنا اتجاهنا يعني عيوننا نحو الله هو اللي حامينا قدام yes نحو الله لكن بيأكد يعني كمان بأنه إنسان كمان يعرف بأنه نهاية بتاعته في ربنا بالضبط كده مش كده عشان كده بيجي للكنيسة حتى لو شكله كيف بيكون قاعد جوا هنا قاعد مش كده هو إذا وير إذا يعني هو واعي هو واعي إنه الله هو مخلوق من الله وفي النهاية يرجع لربنا وبيمشي دائما للنهاية ده واحد حاجة تانية اللي نحن ممكن نعمله مثلا كان بدي مثال بتاع الهناية ده الأقب شو بلوكدو عمل شنو يمدعك عمل مصيرة بتاع السلام مش كده خارج عمل مصيرة لأجل السلام وكان هذا مثال قال يا أخي جورين بأثناء المسيرة ده I was weeping for my people لكن نحن سننتصر في نهاية ويقول سننتصر لأنه نحن بنعمل من أجل السلام نحن كتار مش كده فده أنا بشوفه كدورة إنسان المسيحي بدي مثال تاني مثلا الشغل بيشتغله مطران باريدة تعبان مش كده يعني بكل صبر بدون أي حاجة لكن هو ماشي لنحو شنو حتى ما ينبان هو يجيب شنو إشها في مكان واحد يكون في مصالحة يكون في مصالحة وده أظن أنا بشوفه زي ما هو قال قبل البداية في الأساس مش كده في الأساس ده المجتمعات الصغيرة الناس بالناس مش كده الناس بالناس ده بالنسبة لنا أهم يعني العلاقات الأساسية بين الناس مفروض يتبنى مش كده بطريقة قوية جدا وده ما ممكن يبنى بالقانون حتى بأي نظام ولكن هي إقناع شخصي زي ما هو قال في البداية قبل إقناع شخصي لأن أنا عايز في سلام مع جيران بتاعتي مع المجتمع الحوالين وإحنا كمان يمكن يعني حنكون على مشارف الختام لكن برضو نديكم مساحة كويسة لأنه ده سبب إحنا جبناكم داخل حلقة كرجال دين نحن متأكدين لكم رول كبير تقدر تلعبوه عشان يكون في سلام متم في المجتمع والدور الأكبر دائما قاعد يكون يعني الشفاء النفسي قاعد تجي دائما من داخل الكنائس يعني ما في زول بيقول بيقدر يلقى شفاء نفسي إلا ما يكون في محضر الله أو قدام الله الرسالة ممكن تقدموه للمجتمع لكل زول قاعد بشاهدنا وبتابعنا ظل الوضع الراهن عشان نقدر نعيش السلام الحقيقي أنا ببدأ بك القصة مرد حاجة أنا دار أقوله هو إنه زي ما قبل بدينا إنه الشخص هو المهم والشخص الواعي بنفسه وبالآخر فالشخص نفسه ممكن هو اللي بيعمل عرقلة أحيانا لأن ممكن يقوم يعني رغباته بإعتبار رغباته يمشي وراء رغباته وحاجاته اللي هو عايزه وليس المجتمع فده بيودي الناس للمخاطر لكن الإنسان الواعي بنفسه والشاعر بإنه زول مسؤول وإنه معين أو مختار أو منتخب من أجل الشعب من أجل خدمة الشعب أنا بقول له إنه يعني إنت أعمل بإرادة سواء كان إرادة سياسية ولا إرادة اجتماعية كأب وكأخ وكصديق وكخال وكعم للشعب دار جنوب السودان نفس الشيء الأخوان عندهم أصدقاء من أماكن أخرى أنا من الدينكا لكن زوجتي من نوير معناته أنا أساسا كانوا أنا عملت السلام أوردي أوكي يعني لو مشيت وسط ناس بتاع لو نصباني هم بيعتبروني كواحد منهم أوكي لو يالي كبروا مشوا هناك
بيعتبروهم كده. مفروض احنا نعمل ادوارنا في المجتمع كافراد وكناس عندنا علاقات. يعني عندهم علاقات بناس ثانيه, انا عندي علاقات باستوائيين والناس بتاع العالمين الكبرى اكثر من بلد بتاعي. انا مو معروف كثير في بلدي اوكي, الى احيانا الناس بتسافر من وين, لان كبرت في 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 الشمال, عندي علاقات بين ناس ثانيين اوكي. فالعلاقات دي هي اللي بتنمي البلد. نسمع ايضا, نسمع كلام الناس. يعني احيانا بخيل كده انه المفروض احنا نسمع, وده بيعود الى كلام بتاع اللاهوتي الفيلسوف الافريقي اسمه جون مبيتي. هو قال شنو؟ انه انا موجود لاننا موجودين اوكي, و و و و و اوكي لاننا موجودين, وبما انا موجود اوكي, وبما اننا موجودين اذن انا موجود. انا ممكن اكون موجود بدون مجتمع, يعني انا والمجتمع واحد, فالمفروض اشتغل لصالح المجتمع, واحنا محتاجين لبعض, ونحن محتاجين لبعض. المجتمع ايضا بيشتغل لصالح لنا, احنا جزء منه, جزء من المجتمع, بنخدم بعض مهما كان مستوانا على مستوى بتاع رئاسة الجمهورية او عضو بتاع المجلس او اوكي او